حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. انخفضت قيمة الدينار أمام الدولار في أسواق بغداد وفي أربيل، ومع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية سجل الدولار 1500 ودينارا واحدا، بينما سجلت أسعار اليوم السابق 1500 دينار لكل دولار. هذا واستقرت أسعار البيع في محل الصرف بالأسواق المحلية في بغداد عند 1500 دينار لكل دولار واحد، بينما بلغ سعر الشراء 1480 دينارا لكل دولار. أكدت حكومة كردستان العراق أنه حتى الآن لا توجد مشكلة في عملية صرف الرواتب، وقد تم تزويد البيانات والأسماء والقوائم من قبل حكومة أربيل لوزارة المالية في بغداد. وأضافت الحكومة أن التأخير هو بسبب عملية التدقيق من قبل الرقابة المالية في بغداد، وأن الصرف لن يتأخر وسيتم خلال الأيام المقبلة. وفي السياق أكدت مصادر مطلعة أن السبب الرئيس وراء تأخر صرف الرواتب هو التعيينات الجديدة والعقود التي قامت بها حكومة أربيل، التي سببت زيادة كبيرة على المبلغ الكلي للرواتب. سجل خام البصرة الثقيل والمتوسط خسارة للأسبوع الخامس على التوالي، في وقت سجلت أسعار النفط العالمي أول مكاسب بعد 4 أسابيع من الخسائر. هذا وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له ارتفاعا بلغ 79 سنتا ليصل إلى 73 دولارا و58 سنتا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 3 دولارات و36 سنتا. وأغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 79 سنتا ليصل إلى 76 دولارا و85 سنتا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 2.08 دولارات. هذا وسجل خام برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 3.7%، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بنسبة 4.5%. سجل إنتاج أوبك بلس من النفط الخام أكبر قفزة لها في ما يقرب من عام واحد، حيث رفع العراق وكازاخستان إنتاجهما على الرغم من الالتزام بتخفيضات أعمق، بينما ظلت روسيا أيضاً أعلى بكثير من حصتها. هذا وأظهر مسح بلاتس أوبك بلس من S&P جلوبال في 10 من الشهر الحالي، أظهر أن إجمالي إنتاج المجموعة ارتفع بمقدار 160 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر حزيران، ليصل إلى أكثر من 41 مليون برميل يومياً. ذكرت المفوضية الأوروبية أنها واثقة من امتثال تحقيق تجريه في دعم حكومي تتلقاه صناعة المركبات الكهربائية في الصين، وإجراءات اتخذتها لمواجهته مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وفرض الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي رسوما جمركية مؤقتة لتصل إلى أكثر من 37% على واردات المركبات الكهربائية المصنعة في الصين، في قرار عزاه إلى الحرص على حماية الطرز التي تنتجها القارة أو الطرز التي تنتجها القارة الأوروبية، وذلك بعد أن وجد تحقيق أجراه أن الصين توجه دعما لتلك الصناعة على أراضيها. الآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
دكتور منجز الاقتصادي، بأمان الله.